وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصولها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلتنا الثقافية 42. كما كل عدد نختاروا موضوع، المرة هذه باش نختاروا نتحدثوا على الفنانين ومختلف التعبيرات الثقافية اللي تختار أنه تستبد الموضوع متاعها من التاريخ. كيفاش يتعاملوا الفنانين مع التاريخ؟ كيفاش يطوروا الشخصيات؟ كيفاش يكتبوا الشخصيات؟ كيفاش يرسموا هالشخصيات؟ وكيفاش يتحدثوا عليها؟ شنو هي التقنيات اللي يستعملوها الفنانين باش يسلطوا الضوء على جانب أو جوانب من هالتاريخ؟ باش نحكيوا على الموضوع هذا لأنه في الحقيقة اخترناها لأنه شهر أفريل محمل بالكثير من الأحداث التاريخية، فما ثلاثة حاجات على الأقل صارت في شهر أفريل. الحدث الأول هو أول حاجة 9 أفريل اللي باش يكون غدوة، ذكرى عيد أجل الشهداء 9 أفريل 1938، أيضا ذكرى 22 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، وأيضا ذكرى أليمة برشا اللي هي الحكم بالإعدام على المناضل علي الدغباجي. هذه كان تقريبا في أفريل، في 27 أفريل. هذا الكل مش نتحدثوا فيه، ولكن مش نختاروا أنه نوجهوا النظرة متاعنا والبوصلة متاعنا نحو الثقافة، لأنه أحنا عنا مجلة ثقافية. اليوم مش يحضروا معنا في الأستوديو للحديث على هالموضوع هذا السيدة قمر بن دينا، أستاذ التاريخ. مرحبا، أهلا وسهلا بك. وبيك يا عايشك. عسلامة، شحوالك؟ لاباس؟ مرحبا بك. ويحضر معنا السيد رضا قحام، كاتب سيناريو وسيناريست، اللي عملت مجموعة كبيرة من الأعمال، منها عنبر الليل، تاج الحاضرة، ومجموعة أخرى من الأعمال توا نمشيو من بعد نحكيو عليها تباعا. بجنبك حضرت معنا السيدة سمية أبو علاقي، مرحبا. أنت مخرجة أفلام وثائقية والمديرة التنفيذية لمشروع جميل جدا اسمه دوك هاوس. عسلامة. إذا كما قلت لكم مش نحكيوا على التاريخ وكيفاش برشا معناتها فنانين يختاروا أنه يخدموا على التاريخ ويعتبروه مادة ينطلقوا منها. أول حاجة حبيت نبدأ باتصال هاتفي مع فنان ومع مخرج مسرحي، يمكن نشوفه حتى لين يحضر، باش ناخذوا معنا سي رجاء فرحات اللي هو مخرج مسرحي وخدم كثيرا على الشخصيات في مجال التاريخ. في الوقت اللي يحضر فيه التليفون نمشيو مع سي رضا قحام السيناريست وكاتب السيناريو. قل لي أنت اختصاصك وعملت كثيرا وتعاملت مع التاريخ كمادة، هو الاختيار الحقيقة من عندك أنت، لكن مش بالضرورة الكتاب السيناريو الكل يعتمدوا التاريخ. مش بالضرورة بطبيعة. J'étais toujours passionné par l'histoire. يعني عندي اهتمامات بالتاريخ. نتصور اللي الحاضر متاعنا ما عندوش معنى كبير برشا إذا كان ما يكونش الواحد ملم بالماضي متاعه باش ينجم يرى مستقبله. ألو هذا تصور. والأجواء اللي اخترتها ربما في الأعمال متاعي كانت أجواء حميمية بالنسبة لي أنا، معناها كيفاش نقولوا بالعامية، يعني أكل حنين الحاجات القديمة اللي عشناها، اللي عاشوها أغلب التوانسة
اللي في عمري انا مانيش كبير برشا مي نوستالجيك تقول سيري دا عملت مجموعه كبيره من الاعمال عملت عنبر الليل في 15 عنبر الليل التاريخي نحكي لك على الاعمال التاريخيه اي هذو اللي تلفت كلها تقريبا نحي عمل واحد اللي هو ثلاثيه عسل ودفله كان اكتويل معناها بون مي الباقي الكل الكل تاريخي عام برليل سنوات 47 48 49 تونس فما ظفائر اللي قبل تسمع بتاعه. تسمع اي تعرف الموسيقى دي مدام اخبارك دي مسلسل عمبر اللي ال 15 حلقة عملته تلفزة تونسية عام 1999 وإخراج الحبيب المسلماني سيناريو سيريدا قحام بمساهمة والله قلت لك لقب العود نسيت الاسم نتاعه الكتابة تستهويك قلت لي على التاريخ لكن عملت عمبر اللي عملت أيضا عمل أخرى فما قبل عطر الغضب فما إعادة كتابة سيناريو ظفائر ظفائر يمر على مرحلة زادة مهمة لزاني 40 السنوات الأربعين الأربعين بين الأربعين والخمسين ثم عطر الغضب عطر الغضب نتعرض فيه الفترة مهمة زادة أيضا من تاريخ تونس تعرض فيها للتعاضد متأثيره إخراج الحبيب المسلماني هذا زادة عام 2002 اي 2002 ثم فيما بعد عندي تاج الحضره تاج الحضره اللي يرجع للتاريخ قديم برشا 1847 48 الفتره الاولانيه نتاع احمد باي ثم فتره ثانيه محمد باي ثم الفتره الثالثه صدق باي بطبيعه الحال اللي تشاف عند المتفرج التونسي ماهوش هو تاج الحضرة تاج الحضرة اللي تشاف هو 14 حلقة يعني نسبة تقريبا 5% من المسلسل بكله هذا اللي تعدى 2018 قبل ما نكملوا معاك ومع مدام سيدة سمية بوعلاقي وقمر بن دينا نمشيه مباشرة إلى السيد رجاء فرحات حاضر معنا بالتليفون عسلامة سي رجاء عسلامة لله مرحبا بكم والله احنا كنا نكون سعداء اكثر لو كنت معنا في الاستوديو ولكن نتفهموا الحقيقه ظروف الصحيه اللي في الفتره هذه نتمنوا لك ان تكون ان شاء الله في صحه جيده انت والتوانسه الكل انت اذا انتجت للمسرح مجموعه كبيره من الاعمال سي رجاء فرحات اللي هو كان التاريخ هو العنصر الاساسي فيها هل اختيار هذا شنو اللي املاه عليك سي رجاء فرحات والله املاه عليا املت عليا ولا التكوين نتاعي والتقاليد نتاع هالمكتبه هذه اللي قدامي مكتبه الوالد الاستاذ صاحبي فرحات اللي كان استاذ الحضاره العربيه الاسلاميه في المدرسه الصدقيه مع المدير الكبير محمد عطيه الله يرحمه الله يرحمهم الكل دائما وابدا الالتصاق بتاريخ تونس وبتاريخ العرب والمسلمين من الاعمال الاولى بالكل معناها من اللي احنا في المسرح المدرسي واحنا لهين بالتاريخ البلاد هذه بكيفية يعني رواية التاريخ الصحيح على الجمهور بصفة فنية وبصفة ذكية ما أمكن ذلك يعني حتى نقرب صفحات التاريخ من الجمهور التونسي حتى لا ينساها لأن يعني الشعب الذي ينسى تاريخه ليس له حاضر وليس له مستقبل هل أنه في كتابتك للتاريخ وفي إعادة تقديمك للتاريخ بطريقة مسرحية تستعين بتقنيات المسرح سي رجاء فرحات ما الذي يتيح المسرح كتعبير واللي هو يعتبر أب الفنون ما الذي يتيح المسرح ويمكن استغلال الأدوات متاعه حتى نتحدث عن شخصيات تاريخية وانت خدمت على الزعيم الحبيب بورقيبة محمد علي الحامي وغيرها من الشخصيات والمنصف باي ويعني هذا في الناحية من ناحية المسرحية لكن حتى من ناحية التسجيلية الوثائقية يعني فيلم فرحات حشاد اللي انتجناه في 500 اغتيال الزعيم الشهيد فرحات حشاد يعني الآن يعتبر مرجع لأن طرقنا بابا صعبا وليس في متناول الجميع أن تروي تاريخ البلاد للشعب الكريم بآليات
المسرح التوثيقي ولا السينما التوثيقية، يعني هذا خيار، هذا خيار. وطبعا يعني هناك نوع من التحدي، تحدي للنسيان أساسا. نسمع فيك سي رجاء، اذا كان تحدي التقنيات اللي استعملتها، فما مثلا في مسرحيه بورقيبه فما الحوار، فما ايضا السخريه. المسرح يختلف عن السينما ويختلف على العمل الوثائقي، في ماذا يعني حسب رايك؟ هناك اعاده التاريخ كما يقال جزافا، التاريخ معروف، مش معروف التاريخ، تاريخنا غير معروف. انا الآن اللي اشتغلت على تاريخ تونس معناها سنوات، تاريخ تونس المعاصر والقديم، المصادر المراجع التي تعتبر غير كافية، ما زلنا في التاريخ المعاصر ما زلنا نطرق في الأبواب ونفتح في المكتبات ونقرأ في الدراسات ونستمع إلى كبار المؤرخين، إلى كبار يعني الشهود الذين عاشوا تلك الفترة، ولم نكتفي بالمعلومات الموجودة. فلذلك التقنية هي أنك يعني تأخذ الأسلوب الروائي، أنك تأخذ الأسلوب التوثيقي، الأسلوب التشخيصي، حتى توصل المواقف والمشاهد اللي حاجتك بها للجمهور الكبير. الحمد لله أظن أنه في العمل اللي قمنا به حول الرئيس بورقيبة، يعني عملنا 4 مسرحيات من بورقيبة في السجن الأخير، يعني على إقامته 13 سنة بأمر من بن علي الله يرحمه توا بعماله، يعني من وقتها التوا يعني تقريبا عملنا 200 عرض لجمهور يعني كبير جدا. لا أظن أن هناك شخصيات سياسية في هذا البلد يمكن أن تقول أنها يعني أبلغت خطابها لعشرات الآلاف من التوانسة كما عملنا أحد، يعني هذا مش تبرح ولا يعني لا. الشيء المعروف هو أنك لما تمسك وتسيطر على تقنيات الرواية، تقنيات التوثيق، تقنيات السرد والتمثيل والتشخيص، يعني ربما تصل إلى غاية لا يصلها الخطاب السياسي البدائي أو البسيط جدا. فإذا مهم جدا أن الفنانين يعني يستمدوا المادة متاعهم من التاريخ، لأنه هذا يعطي يمكن إضافة رؤية وزد، يخليهم أنه يعطيوا من روحهم ومن خيالهم ومن إبداعهم لهذا الفن، ويمكن يسر بالطريقة. قديم الزمان رفضت في المسرح أستاذنا الكبير يبقى ويليام شكسبير. أي. وما هي مصادر ويليام شكسبير إن لم تكن التاريخ، التاريخ البريطاني خدم على الملوك أوروبا. أي. وغيرها، يعني كان يستمد وحيه، يستمد موهبته الكبيرة التي لا نصل إليها ولا نلامسها حتى، يعني في ريشارد الثالث أو في هنري كاثر ولا غيره، يعني ما تنجمش توصل لك الحبكة وكل شيء، لأنه جمع بين اثنين، جمع بين روح العصر، لكن المرحلة الإليزابيثية اللي بنوا فيها يعني أو اكتشفوا فيها أو اخترعوا فيها حتى من العمارة المسرحية الجديدة، المسرح الإليزابيثي يعني اختراع عمارة مش حاجة سهلة. ثم يعني ضرب عرض الحائط بالممنوعات، تعرف اللي وقت شكسبير المرأة كانت ممنوعة من المسرح، لا تمثل المرأة شخصيات نسائية في المسرح، يعني ضربها على الحائط يعني واستعان بالملكة إليزابيث حتى يمرر فكرته وحتى يعني يربح جمهورا جديدا بالاطلاع على مواقف تمثلها الممثلة البريطانية الأولى، يعني الممثلات التي برزنا على روح المسرح الإليزابيث. نحن يعني في ذلك الدرس الكبير نستوحي ونأخذ المثل من هذا ونعود إلى الأمثلة الكبيرة في المسرح الإيطالي، في المسرح الفرنساوي، في المسرح الروسي، يعني الذي التصق بالتاريخ، بتاريخ الشعب الروسي ولا الشعب الفرنساوي ولا الإيطالي، ليمرر فكرة ربما معاصرة، ما هيش فكرة بسيطة، معاصرة لتعدي لتجاوز المشاكل الأنية للموضوع. شكرا لك إذا سي رجاء فرحات، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها اللي هي مهمة وهي تعتبرها العمود الفقري للعمل متاعك. شكرا لك. إذا قبل ما نرجع لضيوفنا ناخذ فكرة على العمل المسرحي حول الزعيم لحبيب بورقيبة في الفتير هذا.
انا جيت هنا باقي نحب المسرح هذا والله. هون في البقعه هذه نتفرج في سيدي علي بن عياد يمثل في هاملات، راهو الكل ناطق عربي، ما فما حتى حد معناها، حتى حد ما جاي من الدنمارك. اما شني الحضاره، كيفاش الحضاره تدخل للراس؟ مدينه القدس اللي افتحها عمر بن الخطاب ذبحوها، حتى المسجد الاقصى يدخلوا فيه ويذبحوا، كل زيد ذبحوا. العلماء والادباء والشعراء اهم من الرؤساء، الا القليل النادر اللي نجم يكتب على القبر بتاعه هذا ضريح المجاهد الاكبر. قريتها ولا لا؟ هاي مؤسس الدوله التونسيه الحديثه ومحرر المراه، يكفيني فخر. سيدا كنت سيدا سوف تبقى، تحتفي باسمك الحبيب العصور، تشهد الارض والسماء وما بينهما انك الكبير الكبير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا من مقطع من مسرحية بورقيبة السجن الأخير للسيد رجف رحات اللي كان معنا بالهاتف. نرجع مع ضيوفنا، نرجع مع سيد أقمر بن دينا. كنت تسمع فيه وشفتك تدون في الكثير من الأشياء. بالنسبة للمؤرخ، كيف يتعاطى وكيف يتعامل مع معناتها يتابع بشغف الأعمال الفنية التي تستمد المادة متاعها من التاريخ المؤرخ؟ اي بالطبع، على خاطر هو التاريخ التاريخ ما محبس على حتى حد. انت شفت مبدع في المسلسلات، والا رجيف فرحات اللي هو رجل المسرح اللي في التاريخ ما هو محبس على حتى حد. يعني هو شغف، هو قال لك بيدو كان ما جاش مغروم بالتاريخ راه ما يكتبش عليه. وحتى رجيه هو بيدو قال لك انا من بابا وكل شيء، وكان ما جاش مغروم بالتاريخ راه ما يكتبش عليه. بما اني انا مهنتي هي مهنتي، معناها نبدا متفطنه الحاجه هذه خاطر تعجبني ياسر، خاطر بدي ماذا بيا التلامذه والطلبه يتغربوا بالتاريخ. يعني التاريخ ساعه هو شغف، هو اهتمام، وهو تطلع للتفسير وتفسير للماضي. يعني كل مره انا عباد يدخلوا للتاريخ ولا لدراسه الماضي والا تاويل الماضي حاجه معناها ننتبه لها. اليوم التاريخ ما عادش يدرس بالطريقه معناتها طريقه التلقين، لكن اليوم حتى تستعمله وتعتمد على الاعمال الفنيه باش تحكي للطلبه على التاريخ. هذيك علاش قلت لك الشغف هي الكابيتال الاولاني. يعني خاطر كي تبدا عباد مع قدامك معناها الطلبه ولا التلامذه، كيفاش باش تغرمهم بالتاريخ؟ يعني هذاك هو المشكل التاريخ باش. وهذاك علاش توا كي ولاو عندنا اعمال موجوده نجموا احنا الاساتذه نتاع التاريخ نستعانوا بها. هذه الخاصيه توا نتاع اليوم نتاع العصر اللي احنا نعيشوا فيه. انا ماذا بيا على كل حال نكثروا من الاعمال باش احنا زاده حتى المدرسين هما بيدهم يبدا عندهم ماده ينجموا يعتمدوا عليها وينجموا يتفرجوا فيها الصغار بشغف وفهمتوا يفهموا منها حاجات وتولي هي بيدها الاساس باش تعمل عليه. خاطر الكتب وحدهم وحتى المقالات شايحين شويه، معناها حتى باش تخلط لك الحد هذاك شيحب لك قبل باش تكون باحث ولا استاذ تاع تاريخ. يحب لك برشا شغف وبرشا خدمه. يعني هذوما الاعمال هذوما عندي انا هامه ياسر في مجتمع، ولا فهمت كيفاش؟ معناها كاستاذه عندي انا نثمنهم برشا على خاطر ينجموا يجيبوا للناس للتاريخ. يجيبوا للناس تاريخ. سميه، انت من عالم الفن ولكن من عالم الوثائقيات اللي هي الحقيقه معناتها فيها جانب تسجيلي اكثر، يمكن انا صحيحة يمكن غالطة، شنو رأيك؟ اللي عندهم علاقة بالتاريخ ما فيهاش الكثير من، يعني مش كيما يخدم سيري ذاقحة، مش كيما يخدم سيرة جفرحات. في عالم الوثائقي شنو الإضافة بالنسبة لكم خاصة في علاقة بالتاريخ؟ به نعرفش نبدأ نقول ساعة من رأي أنه الفيلم الوثائقي هو ظل الواقع ولا صدى الواقع، مش فورسيمون الحاضر. معناتها فما اللي هو دابور سيت اون اكسبريسيون ارتستيك اللي هي ليبر،
واحنا معناتها وانا واحدة من الناس معناتها مغرومه باللي جونغ الكل ان فيت لي دوكيومونتير الكل ملي كيما نقولوا ارتستيكو ارتستيك للدوكيومونتير هيستوريك وخدمت برشا معناتها مع كل انواع الافلام الوثائقيه. باش نرجعوا الافلام الوثائقيه التاريخيه، شوف هو في الفيلم الوثائقي جوستمون تحكيت على الفورما التسجيلي الحد بين الروبورتاج والدوكيومونتير توا بدا معناتها ما عادش فما اون فري ليميت ان فيت، خاطر معناتها توا نحكيوا على شويه لي ترانس جونغ على لي فورما حكينا شويه زيد على دوكيو فيكسيون، دونك الحد بين لي جونغ سيماتوغرافيك ما عادش معناتها ما عادش مهم ان فيت سي لو بروبو، ما عادش هو هو شكل فقط اي دونك احنا نقولوا فيلم ولا نقولوا فيديو توا دونك المهم هو لو كونتينو، هو نظره المخرج، هو لو بروبو معناتها اكثر منه. كيما سالتي رجاء فرحات شنو يعطي الوثائقي كشكل فني وكتعبير فني اللي ما يعطيهوش مثلا المسرح ولا اللي ما يعطيهوش الدراما، شنو هو الإضافة مثلا أنت اليوم كي تلجأ لهالمحمل هذا اللي هو الوثائقي، شنو هو المساحات اللي تلقاها فيه من الإبداع؟ به ساعه هو معناتها لو فورما اللي اوديو فيزوال، دونك معناتها لو فورما هذا كيف نعملوا فيلم وثائقي هو باش يقعد في تاريخ البلاد، معناتها باش يقعد موجود. طبعا هي المسرحيات توا اللي تتسجل وزيد الاعمال الدراميه، لكن زيد الفيلم الوثائقي هي باش تدخل في الباتريمون معناتها تدخل في التراث وفي الذاكره. ولا سي معناتها بعد 200 هو راه حتى الاعمال الدراميه حتى حتى اللوحات التشكيليه حتى المسرح اي هذا دونك بتدخل الفرق اللي كما قلت لك معناتها لو فورما اللي اوديو فيزوال والدوكيومنتير هو الواقع، معناتها هو مرتبط ارتباط شديد باللي قاعد يصير ولا اللي صار. والمهم بالكشي انه عبر صور الافلام الوثائقيه عندنا الصور وقتها، معناتها الفيلم الوثائقي اللي تصور عام 2000 نشوفه مثلا وقتها البلاد كيفاش، الناس كيفاش لابسين، كيفاش يتحركوا، نحكي لك كوثيقه تاريخيه، معناتها يصبح ممكن هو في نفسه وثيقه تاريخيه. ففما المساله هذه مهمه جدا، وفما زيدة النظرة ولا نظرات المخرجين معناتها في الافلام الوثائقيه هي زيدة معناتها مهمه كتاريخ ولا معناتها كيما نقولوا تو اللي نحكيوا على ان سيغتان كورون du documentaire tunisien مثلا زيدا فهذا هو. فمهم سيريدا نشوف فيك معناتها منتبه برشا. انت تعتمد مثلا لا احنا ماناش كيف كيف راه ما كومش كيف كيف لا علاش اللي قالته حلو برشا، قالت كنت تتحدث على الواقع انها ترصد الواقع، هذا هو التوثيق. العكس نتاعي انا، احنا نهرب قد ما نقدر من السقوط في الفخ نتاع التوثيق. معليش خاطر الدراما فما جانب درامي مهم برشا، يعني المتفرج مش باش يحل كتاب تاع تاريخ، لا هو باش، بينما هي ما عندهاش الحق باش تغلط ولا باش ربما يتسامحوا مع بعض الكتاب اللي يكتبوا في التاريخ بعض حاجات ربما فلتات حاجه كيما هكا، في يعني اخطاء تاريخيه صغيره مش كبيره، لكن ما يتسامحوش مع اللي يوثق. شنو رايك سي يعني الاعمال التوثيقيه هي برسك تتخذاكم واحد يعني كاين مره كاين حاجه كيما هي. شنو رايك سيدي ذاك حام وسيد قمر بدينا وسميه نمشيو نشوفوا بعض زوز اعمال تاج الحاضره وعنبر الليل اللي اعتمدوا في جانب معناتها كبير على التاريخ، وهما زوز كتب السيناريو نتاعهم سيدي ذاك حام. وين على خير ان شاء الله؟ بيت ربي يا طارق. هذا ما هو جيش البحويجه الساعه مازال بكري، تو نقصدوه مع بعضنا من بعد. لا ما ساج ان شاء الله غدوه، خليك عندك ضيف القلالين خلي النسبه خير. ربي يقضي الحوايج. هاي في الامان. في الامان. سليمان تخبي عليا شيء؟ والله مغشره. والله ما فهم شيء يا عم طارق. شويه المرضى شويه الكبر. ولا ما يعجبه شيء، دخل في شقيقه ورقيقه. على الجيل كيفاش مشيت؟ شبيك بارك؟ شفما ساكت؟ الحق وليد جبد روحي شويه. هي قلتلوشي حاجه انت غششتوشي ردوا بالك عم طاهر اش تعرف؟ لا انا نعرفك راجل سيد الرجال، اما يا وليدي اش نقول لك، الانسان كيف تغش يخرج منه العجب. قدره ربي ما يرى مني كان الخير.
رغم اللي هاللي مات مش فك عليه لبسني فسله انا رونديفو بور موا سي ساكري. هيا يا جماعه وقيت راهي جبده على باش نمشي وانا ساقين احنا في ماشي في الطوموبيل وبرا في الطوموبيل ناخذ في اخر وقت ونخرج على راحتنا مش مسنا على راحتنا صحيح ومن دون سلسوسه مسافه طويله حتى في الطوموبيل يزمك على الاقل 3-4 ساعات للا حويته خميسه تكس مزيانه اليوم العين تضحك والخد منور سيدي كملوا قراوا الجوابات للا ما تعرف حضره الجوابات تاخذ برشا وقت ما بخروهم وما نقلوهم وما قراهم سيدي احمد لسيدنا هي انا عندهم شي بخروني وكان جاو ينجموا ينقلوني كي جوابات راهم نقلوني سيدي حيدر ناو انت لمنا المكتوب وجعل بينا دم مكسوم بين الحاضرة وماجرو الكيف الدم والشرف عند الماجرية واحد وانت تعرف لنفس ولنفيس يسبقهم اش تقصد؟ مقصودي هو نفسه اذا الطريق بقت مسدودة قدامك ما قدرت على خلاص لحمك بالقاسم لازم يعرف حال شقيقته شنو؟ واذا هو الثاني بتحرك عند حليب الرضاعة في دمه نرجع للكيف ونفتح حوشي اللعزاء وتشبح بعد حمزة والماجرية وش يفعلوا على رجال شقيقتهم يا سيدي حايدر عنبر الليل 1999 حبيب المسلماني جميل جودي منين الردين فتحي مسلماني فتحي مسلماني جميل ساسي دليلة مفتاحي و جميل ساسي جميل ساسي في عنبر الليل في عنبر الليل والوتاج الحاضرة مجموعة كبيرة من الفنانين تقول لي سمية تحب معناتها تعقب على سي رضا اللي كان يقول فيه سمية نوية تعمل عركة لا احنا رانا مانيش احنا نحكيو على مختلف تجارب الشخصيه انت سميه تجربتك تختلف تماما على سي رضا كما هو قال انا تعقيب على حاجه شوف راه في الافلام الوثائقيه يا دي جونغ فما اجناس وانماط فوالا ما تحكيت على معناتها لو دوكيومونتير هيستوريك انا معناتها ما عنديش علاقه بالدوكيومونتير هيستوريك جو بريتون با انت خدمتها باش نشوفوا حاجه من اللي خدمتها انت خدمت على السيده دونك اون فيت بتيت خام نعرفش انا ما نحكيش على صحيح وغلط في الدوكيومونتير لكن نحكي على نظره المخرج معناتها هو كيفاش خد تاريخ بيدو معناتها نجموا ننظروا لنفس الايفينمون معناتها من دي زونغل دو في تري ديفيرون نجمو زيد نغزرو ايفينمون هيستوريك اترافير ليستوار دون فامي مثلا هذا اللي يهمنا اكثر من كل يعني نغزرو له من زاويه معينه كل واحد كيفاش الزاويه اللي محور الفيلم الوثائقي شنو رايك مدام خمار والله حتى في التاريخ في خاطر فماش صحيح وغلط انا عجبتني التدخل نتاع سميه على خاطر نحب نصحح حاجه زاده راه فماش تاريخ صحيح وتاريخ غلط خاطر التاريخ ديما يتقدم مكاش راه خاطر التاريخ علم وتاريخ علم يكاد يكون علم نعم يكاد يكون علم هو علم على خاطر في المنهج مش علم صحيح مش علم صحيح هو علم اما علم مش علم معناها في عندك الفرق بين لا سيونس اي لا كونيسونس لا لا حاجتي فهمت فما حاجات كما تقول الارض تدور تحاول الواحد تحسس لا سيونس كما قال الاخر فهمت فما حاجات اما بعد فما حاجات يتطوروا وفي التقبيله بيدها قالها راجي قال احنا تاريخنا ماهوش معروف وعنده الحق يعني ديما نجم يتقدم ديما نجم نلقاو وثائق ونلقاو أسئلة أخرى هي أصل التاريخ الكل بالتساؤلات كما معناها بوغ جواندر كلام كلها كلها أسئلة باش يجي البوان دو فيو خاطر كيفاش يجيك البوان دو فيو يجيك بالتساؤل فهمت كيفاش دونك نجم تلقى وثائق وما تعمل بهم حتى شيء وتعاود اللي يقولوا فيه وما تجيب حتى شيء تاريخيا ولا. أما كيف تجيب بوان دو فيو وتساؤلات تجيب حاجة جديدة في التاريخ فهمت كيفاش معناها يكاد هوني الفن والعلم يتلقاو على خاطر عندهم زوز اما مش فرض مناهج مش فرض اساليب ومش فهمت كيفاش وشنو اللي فما, فما 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 حاجه تتسمى زاد المدخل والسؤال عنده معنى حتى في التاريخ فما الصنعه اللي هي مهمه جدا اللي قال قبيله راجيه تقنيه المسرح ولا تقنيه السينما ولا تقنيه الدوكيومونتير ولا تقنيه الكتابه التاريخيه نتفاهم معاك فهمت فما تقنيات وفما صنعة سي رضا فما صنعة في كتابة التاريخ مثلا أنت باش كتبت تاج الحاضرة ولا باش كتبت عنبر الليل ولا مختلف الأعمال كانت فما اشتغال على أنه تقرأ وأنه تتفرج وتتشبع بالكثير معناتها من المعارف حولك الفترة هذيك ما كانش مش أي شخص ينجم يقول باش نكتب حاجة على التاريخ مثلا أنت تقول لي أنه تتفرج
انت مستهلك كبير للاعمال السمعيه البصريه للافلام صحيح. للمسلسلات صحيح. وهذا يلزم يكون يعني كل من يشتغل في القطاع هذا المفروض هذا يشوف اذا ما يشوفش ثقافة الميدان فلا باش يكون أجل. شو يعطيك انك تشوف اعمال سمعيه بصريه تشوف افلام تشوف افلام وثائقيه تشوف مسلسلات السينما تتطور التصوير تتطور التقنيات تتطور يعني في سيرورة دائمة في حالة اشتغال دائمة فإذا كان تقعد مدة ما تشوفش فتفيق بروحك تيان ما تجاوزتك الأحداث مش تتجاوزك أكثر من تتجاوزك السرعة اللي قاعد ماشية بها الأمور توا في العالم أكبر من اللي قاعدين نتحدثوا فيه احنا في تونس بكري تحدثنا مع الأخت على ذولي مش تقعدوا لا ترجع في سبيل خلينا نقدم شوية فيما يخص الجانب الوثائقي التاريخي سي فري عند الحق مانيش متخالفين هنا بالكل التوثيق التاريخي هو انا تحدثت على الجانب التوثيق التاريخي ماهوش على الوثائقي بشكل عام احنا قلت لك ما نتهربوا من انه واحد يقع في فخ التوثيق اللي يولي يحكي على احداث ها كيفاش وقعت لا فتدخل في سياق اخر الاحداث هذه بطريقة أخرى باش نقدموا شوية سيريدا هل أنه معايا وتشتروني الرأي أنه مثلا الأعمال الدرامية خاصة كيبدأ مسلسل وفيه أكثر من حلقة وهو أكثر إغراء لاستغلال التاريخ معناتها واعتماده كمادة يعني تنجم مش كيما مثلا عمل معناتها محدود في الزمان والمكان ويمكن استهلاكه يعني 15 حلقة مش كيما باش تحكي في عمل وثائقي واحد يعني فيه في نفس الوقت الكثير من الأريحية للدخول في كثير من التفاصيل ولكن زادة في نفس الوقت فيه زادة صعوبة لأنه يلزم تحكي الحكاية بأدوات وتقنيات مختلفة هل عشت هذا في تاج الحاضرة مثلا؟ شوف ما فهمتش السؤال بالكده ما فهمتش معناتها أنك تشتغل في مسلسل فيه 15 حلقة أصعب برشا ما أنك تخدم على عمل وثائقي معناتها اللي هو يتعدى في مثلا 16 دقيقة مش وثائقي أنا نحكي على الجانب الدرامي فعمل تاريخي درامي ينجم يتعمل في حلقة في فيلم في فيلم قصير كما نجم يتعمل في 100 و200 و300 حلقة الإغراء أنا نحكي بالنسبة لي كأنت سيناريست يعني المساحة تلقاها من الحرية والله شنو نقول لك أنا إذا كنت حاب نحكي لك على تجربتي كيفاش تعاملت مثلا مع عنبر الليل وإلا مع تاج الحاضرة فمثلا عنبر الليل عنده ظروفه تعرف عملية الأعداد والتحضير لل الكتيبه يعني البعض يتصور ان الكتيبه تبدا هي من نهار الاولاني يحط قدامه الواحد ويبدا يخدم نوع انا نعدي مده طويله برشا في الاطلاع على مراجع على في عنبر الليل الجرايد باسكو ما فماش كان التاريخ وهنا مشكله في التاريخ زاده التاريخ اذا كان نحب نعرفوه بشكل بسيط هو احداث وقعت في زمان مضى وتعدى باه ألو أنا يساعدني أن نتعامل مع الأوضاع اللي تعدت لأنها ثابتة ما هيش متحولة وقعت وفات ألو النجم نتعامل معها باش نقوم بقراءتها أو بتأويلها سديبون أحنا والوضعية فما حالات أنا ديما نهر بالتأويل نحاول نعتمد على القراءة أكثر لأن إذا كان نحب نبسط القراءة والتأويل هنا بعملية حسابية القراءة هي واحد وواحد يساوي اثنين بينما التأويل واحد وواحد إذا كان معها ثلاثة يساوي أربعة إذا كان معها ثمانية كل واحد كيفاش بش يشوف النتيجة إذن هذا التأويل يعني بطريقة مبسطة برشا بينما القراءة تعتمد على معطى مش مبسطة دورتي صعيبة لكن بالنسبة للقراءة فتعتمد على المعطى التاريخي موجود صحيح اللي فما بعض مراجع تاريخية اللي في حاجة إلى إعادة تحقيق إعادة نظر أو يعاود يثبت فيها على خاطر أنا اكتشفت مثلا في اكتشفت حاجات أثناء البحث والتوثيق في تاج الحاضرة حاجات ما كنتش نتصور نعرفها مثلا علي بن غذاهم نلقاها في الإتحاف يتحدث عليه أحمد بن أبو ضياف على أساس أنه إنسان معلم بسيط معناها محدود الفكر محدود درشنوع ومن بعد يتيح في يدي جواب كاتبوا علي بن غذاهم
بعثوا العامل من العمال نتاعو بعد الثورة وقت اللي وقعت الثورة نتاعو، بعثوا العامل من العمال نتاعو نسيت فين بالضبط، ما نتذكر أن يقول له، مش باش نعطيك حرفين اش قال، ما نتذكر اللي قالوا، يقول له ما تنساش اسمع بي اسمع اللي هو عمل حاجات خايبة في في البقعة، يقول له رد بالك ما تنساش اللي ما تنساش اللي احنا مظلومين، الحيط اللي يقينا هو أننا مظلومين، ما تطيحوش. حاجة خارقة العادة، حاجة جميلة برشا، ميتافوريك الفاز، ميتافوريك يعني هذا جاهل بسيط معناها يتحدث بالطريقة هذه. يعني شفت من خلال البحث يعني حتى حجم الشخصيات التاريخية معناتها كما وصلتنا مش بالضرورة كما وصلتنا، يعني ما نجمش تشوفها كما هل أنه بدلت هذا في الكتابة ولا عطيته المكان؟ احنا الشخصية، شوف خزولي كيفاش نتعامل مع شخصية، كيفاش تشكل شخصية، كيفاش تبنيها البنية بتاع شخصية حتى في الدنيا نتاعك. العبد بلاش تعرفه من كلامه، المحتوى نتاع كلامه، شكل الكلام نتاعه، ثم ربما السلوكيات نتاعه، أفعاله، ثم شي يحكيوا عليه، فهذوما كلهم يتلموا مع بعضهم ويشكلوا الشخصية هذيك. سمية، أنت كي تخدم على في العمل الوثائقي مثلا، خدمت على السيدة المنوبية، يعني هل أنه الكتابة للشخصية في عمل وثائقي فيها محبة، فيها قرب، وإلا محاولة أنه تكون قريبة لي؟ خاطر صعيبة شوية الحقيقة الكتابة للشخصيات، خصوصا الشخصيات اللي هي تاريخية. أي أنا راهو فيلم السيدة المنوبية، ما كنتش حاب نعمل فيلم من الأول. هو اللي صار أنه تحرقت السيدة المنوبية، أنا بنت السيدة المنوبية بين ظفرين، معناتها أمي كانت تمشي للسيدة قبل وكانت تهزني، مش برشا مرات، لكن أنا نقدم روحي على أني بنت السيدة المنوبية. دونك وقت اللي تحرقت السيدة مشينا وقتها نعم في المسرح، أنا على روحي ما عندي حتى علاقة بالوثائقي، دونك هزينا كاميرا ومشينا صورنا لو لوندوما. دونك الفكرة وقتها سيتي دي مورتاليزي، معناتها نخليو تصاور على اللي صار، باش ما يتنساش، وباش ما معناتها باش ما يغيبش كيما برشا حاجات صاروا. كي مشينا وصورنا معناتها لا ماتيغ، معناتها هكا قلنا سي دوماج، معناتها انه ما نكملوش، معناتها فيه الهدره هذه، معناتها لازم نكملوا نحكيوا الحكايه. اي دونك بتيت ابتي وقتها بديت نقرا شويه على السيده المنوبيه، بديت نلوج في مراجع وبديت تتشكل الصوره، و اون فيت لا كونستركسيون دو بيرسوناج دو سيدا هو سي ان بوان دو فيو نكون هكا شويه ديفيرون، لكن انا حبيت نصور سيده اترافير نسي اللي يحبوها، اترافير نسي اللي يعيشوا بها فيها. شنو رايكم خير من اللي تحكي على حاجه فما تصور محليها، وانتم اكثر ناس تعرفوا قوه الصوره، نشوفوا التيزر نتاع فيلم سيده اخراج سميه، شوفوا مع بعض. كلمونا اللي متغدى باش نجوها نهار 3 الصباح، هذه شعيره لا ماتت لهنا، لحد اللي فات ما خرجتها ما غاديك الا بالسيف وهي تبكي وتندب في وجهها، حتى واحد اللي يعرفها هي راه هي عندها برشا من الميتا برشا، اما تبقينا تجيك مراه عاديه كنسى مراه تجيك. أمي مشيت باش يعني مشيت للسبيطار باش على حبال، أخي مات قاعلها نزيف ماتت، فهمتني؟ وأنا صغيرة قعدت نسهل في بابا واحد ما علي، وقفت عليا السيدة، وقفت عليا السيدة قالت لي راني أنا أمك، قلت لبابا قلت له راهو هكا راهو هكا راهو هكا راهو هكا،
بابا قال لي السيدة المنوبيه ماشي امك يعني ما نفهمك راه هكا وهكا وانشي طولي تفهم وكل ما شيء. هذا إذن العمل الوثائقي السيدة إخراج سمية بوعليقة، عملته تقريب في قديش طوله هذا؟ 52 دقيقة. 52 دقيقة، شفت العمل سيدة قمر بلدانا؟ لا ما شفتوش ماذا بيا نشوفه، أما اللي سمعت عليه برشا حاجات. ما حبيت نعقب على خاطر زادة نحب نوري لي الأعمال هذه الدرامية وإلا حتى تظهر هما بيدهم يوليوا تاريخ. يعني قبيل قالت سمية توا الحاجات قبل ما يقولوا تراث راهم تاريخ، يعني هما ينجموا يمكنوا المؤرخين نتاع اليوم ونتاع غدوه باش يكتبوا تاريخ تونس. يعني هذايا الفيلم هذا يظهر، ولو هو انت كما قلت حبيت تعملوا كي شهاده مشيت تشوف وحبيت تخلي وكل شيء، هذاك انت عملته ورسمته، معناها سيت انسكريبسيون دون لا رياليتي، هي باش يولي هو بيدو على فوا اون سورس، فهمت، وباش يأرخ الحدث. يعني باش يأرخ الحدث، وباش يأرخ الحدث بصفه كما يحبوها المؤرخين، خاطر احنا شنو نفركس المؤرخين في النصوص؟ الاثر نتاع الاحداث على الناس. يعني سا سيت اون سورس اون اور للمؤرخين تاع غدوه تاع 2200 و 2300، فهمت شحب نقول؟ معناها كيف ترى هكا التاثر نتاع نساء ما نجم يعطيها الا حد فنان، يعني حد ان توكا ممسوس. اليوم مدام سيدة قمر بن دينا، اليوم احنا محظوظين لانه الامكانيات التقنيه تسمح بانه فما محامل متعدده، ما عادش فقط الكتابه والمخطوط هو اللي يعطينا فكره. اليوم كي تعدت هالمحامل هذيا ايضا القراءات للتاريخ اختلفت وتنوعت. عشان نقول لك كمؤرخه نستبشر بالحكايه هذوما خاطر هذوما باش يكثروا عيني، خاطر هي يظهر كانه هو مش اهم، اما حكايه المصادر عندها معنى في التاريخ ما تكفيش. وزاد فهمت كيفاش؟ وزاد التنوع المصادر باش نجم انت من بعد تقطعهم وتعرف كيفاش تقراهم، فهمت كيفاش؟ والتنوع نتاع المصادر شنو يعطي؟ شنو المهم فيه تنوع المصادر؟ احنا مثلا بالنسبه للاعلام يعجبك الزوايا، يجيب لك برشا زوايا. كيما في التاريخ مش تكتبوا من جهه واحده، كيما قلت تاريخ الحكام ولا التاريخ، فهمت كيفاش؟ توا باش نعطيك حاجه، نعطيك حاجه. توا اليوم معناها اليوم ولو تاريخنا ماهوش معروف، عندنا زاويه ماهيش معروفه بالكل، ومانيش احنا منفردين عليه منفردين بها في تونس. هي تاريخ النساء. هو ما نعرفوش تاريخ النساء، المصادر اللي عندنا حتى لتو هو تاج الحاضر، انا تفكرت شفت منه برشا حلقات. يعني اللي عجبني فيه خياليا وكطرح معمول اليوم انه دخل في تاريخ النساء. فيه استنباط وفيه فهمت وفيه جرأة وفيه حاجات قالوا وفيه صوت النساء وصوت أي يتكلموا هكا لو ما يتكلموش ولا لا، انا هذوك الحاجات جزئيات عندهم معنى ويدخلوا في المناقشه. اما انا عندي انا اللي عجبني فهمته اللي نتاع معاصر، يعني توا اليوم تدخل خاطر ديما نحكيو على البلاط والحكم وكل شيء، ديما الرجال والعسكر والرجال والحاجب وبيلم حال ونساوينه، معناتها التاريخ يعني قليل ياسر. في تاج الحاضره اللي عجبني انا كمتفرجه انه اللي عملوا اليوم دخل وراء البرمقلي كما قال لي. تعرف انت اعطيتني ربط مهم جدا باش نحكيه على كتاب شهيرات التونسيات وباش نحكيه على تجربه فنانه تشكيليه اسمها دره البرجي. الفنانه التشكيليه هذه هي اللي قامت برسم هالشخصيات التاريخيه، هذا عمل مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المراه، منهم السيده المنوبيه، منهم الجازيه الهلاليه، منهم اروى القيروانيه، واختارت انه تلتجا الى الرسم والانامل نتاعها اللي نقولوا انامل بالحق ذهبيه، لانه تمكنت من انه تتخيل وترسم بروح العصر نتاع كل شهيره من هالشهيرات هذيا بطريقتها الخاصه. الحقيقه انا مش نتحدث عليها هي باش تحدث على نفسها في هالعنصر هذي المسجل. اسمعوها، اسمعوا دره البرجي كيفاش خدمت وكيفاش نجمت توصل لنا اليوم الصوره من الصور هذوما اللي فيهم مجموعه من الشهيرات اللي اثروا في تاريخ تونس. لا
الخدمة على كتاب تاريخي تختلف كل الاختلاف عن الخدمة على أي كتاب آخر، على خاطر في كتاب تاريخي فما برشا جزئيات واحد يلزم يركز معهم. الأول حطينا نقاط انطلاق أنه نستوحى العمل من رسوم الململمات الفارسية، وفي نفس الوقت لازم نحافظوا على البصمة التونسية في عن طريق الملابس والهندسة المعمارية والهياكل والألوان. وأيضا كانت فما نقطة عمل أخرى، هي أنه حبينا أنه صورة تحمل برشا معلومات، معناها تعطينا معلومات على الشخصية، على المكان اللي كانت تعيش فيه، وأيضا الأحداث. دونك استوحينا شوية من رؤية المهندس حسن فتحي، كان يجمع بين لي ديفيرونت فيو اركيتكتورال في رسمة واحدة ثنائية الأبعاد باش يبسط بها المعلومة. أنا قلت عليش واحد في رسم واحد أباق أنه يجمع ما بينات أماكن مختلفة ووجهات نظر لنفس البنية مثلا، يجمع أيضا الأحداث الزمنية في نفس الصورة. أن رسمة أم العلاء تنقسم إلى 4 أجزاء، كل جزء يمثل حاجة في حياتها. الجزء الأول هي شدة كتاب وراوها بالكتاب، لبستها بحويجها وتمثل شغفها وللعلم. الجزء الثاني فما زوز نساء يمثلوا الخليفات متاحة اللي هما زوز، وكل مرة وجهة نظر مختلفة. في الجزء الثالث هي تدرس في نساء أخرى. والجزء الرابع مساجين، هما المساجين المسلمين اللي كانت تتعاون فيهم حسب الحكاية متاحة. وصعوبة أيضا في الخدمة على حاجة تاريخية انه في كل شكل، مثلا انا كي باش نحكي على الكهنة البربرية يلزم نثبت في البنائات متاع العهد هذيك، في الالوان اللي كانوا يستعملوها، في الملابس متاعهم. كل شخصية كانت تطلب انه ندرس نحل عليها، نشوف نقرأ على التاريخ هذيك، نثبت في الاشكال متاع العهد هذيك باش نجم نرسم عليها. وممتو نعطي للقارئ الفرصة انه هو بيدو يتعرف على العهد هذيك، اش فيه شنو ما فيهش. ذيك هي الإضافة. نحب نرجع ناخذ التفاعل معاك مباشرة مع ليريتو في عمل هالفنانة التشكيلية الشابة هذية. هي أنا خطر هي دخلت المادة تاريخية ماهيش متوفرة، هي سمعناها الشهيرات التونسيات اللي هو كتاب مشهور بتاع حسن حسني عبد الوهاب. أما هي إيش عملت كما يعمل اللي يكتب مسلسل ولا اللي يعمل تياترو، كيف خذيت هذاك واستلهمت به بتقنيتها هي. أنا كتقول لك أنا نستوى من المنمنمات الفارسية، وعملت حتى الألوان اللي هي قريبة الفترة هذيك. فما حاجات معاصرة، يعني حاجات كينهم باند ديسيني ساعة، والحاجة تراهم يعني تأثيرات يشيو، وفما حاجات زادة تراهم في الزرابي متاعنا كما قولوا. يعني الزرابي التونسية متاعنا، فهمت كيفاش الأشكال الهندسية، ترى الألوان، ترى الأشكال، وترى لي فورم جيومتريك وكل شيء، فهمت. دونك هي عملته هذيك، هو راهو الإبداع، هو تركيب شخصي البرشا معطيات، تركيب شخصي البرشا معطيات. ما كنتش تعرف اللي فما رسامة عملت تقريب صورة تقريبية للسيدة المنوبية وانت اللي خدمت عليها. ما جو سوي با ايتوني، خاطر اون فيت النساء اللي يحبوا السيدة بطريقة او باخرى هاي التصوير كلهم عندهم صورة للسيدة، اي الكلهم عندهم يتمثلوا السيدة في ذاتهم، معناتها في رواحهم مسكونين بها، هما مسكونين بها يشوفوها يعملوا لك اون ديسكريبسيون سي ديتاي، راهو مش هي برك اللي معناتها يتهمهم السيده المنوبيه. انت سميه في جانب اخر تخدم على الوثائقيات وتخدم في معناتها مغرومه بالدوك هاوس، عندك انت المديره التنفيذيه للمشروع هذا، خدمت برشا وثائقيات، عملت حتى دراسه للوثائقيات في تونس في فتره معينه. هل اكتشفت انه عنا إمضاءات وعنا مخرجين في هالمجال وعنا يعني مساحات كبرى للحديث على تاريخ بلادنا في هالمجال هذا؟ اي هو ان فيت الاتيود اللي عملناها كانت قبل ما نبداو دوك هاوس، يعملها اتيود باش نعرفوا شنو، وهبش نشوفوا معنا في نفس الوقت بعض الاعمال، لتيزر لفيلم سامي تليلي على البار اللي يتحدث على احداث 16 جان في 1978. دونك باش نرجع، هو معناتها تري رابيدمون المابينغ اللي عملناه، دونك عملنا مابينغ وعملنا ريبرتوار نتاع الافلام الوثائقيه التونسيه من 2008 حتى 2017، ونا ريبرتوري 176 فيلم اللي بيان سور معناتها تاريخ تونس توا نتاع الافلام الوثائقيه معناتها زخر برشا اعمال مهمه جدا، لكن زاد لاحظنا الاعمال هذه ماهيش قاعده تتشاف، معناتها نجم نقول 90% منها معناتها تشافوا هكا بعض المرات في بعض المهرجانات ولا تظاهرات ثقافيه، ومن بعد ما عاودناش شفناهم يتعدى. نحب نرجع شويه، دونك الفيلم
على البار سميتليلي. دونك هذه الحملة منسينيش 23 جانفي هي الحملة اللي دونك بدينا نخدموا فيها في دوك هاوس دونك مع الاسوسياسيون بيرسبكتيف تيليف كامل تيليف كامل دونك مع الاسوسياسيون بيرسبكتيف مع رابطة تونسية لحقوق الإنسان مع الاف تي دي او اس وال فوالا دونك الكوره الفيلم دونك سيمي ان فيت عمل كيما الباراليل بين الكوره ان فيت الكوب دو موند نتاع 78 والاحداث اللي صاروا والحمله هذيا باش نمشيو بها في تونس الكل هو فما برشا انشطه دونك فنيه ثقافيه لكن زيدا فما ان فون دارشيف قاعد توا يتكون ان سيغتان مومون زيدا اون فا امبليكي السياسيين وكل وهذا يعني قاعد يتعمل نحبوا زيعه دون باغ بيان سور باش الناس تعرف شنو اللي صار ويوعاو باهميه معناتها انه باش تعرض فيلم ثابت ليلي فوالا دونك في الجهات اي لاهميه الاهميه التاريخيه معناتها زيدا لل عندك مواعيد العروض كيفاش وقتاش وفين سميه؟ هي انطلقت الحمله لو 2 افريل في بنزرت دونك عملنا عرض في بنزرت بيجا جندوبال كيف في حمامات باش ترجع العروض جوست من بعد ما يتنحاو لي ريستريكسيون اي ذو اللي فما برشا لكن معناتها ديكو يتنحاو باش نتواصلوا في العروض هذوما في تونس الكل. شنو تعليقك سيده قمر بن دينا على هل المحمل نتاع الافلام الوثائقيه وهما عملوا مسح كامل فتره معينه سميه والا مسح ل 2018 2017 لكن تقريب يعني مانيش مقصرين في الاعمال الوثائقيه في تونس في تاريخ تونس ولا لا يعني 76 فيلم برشا بالنسبه تسمى برشا لي مويان اللي عندنا لي عاد تسالني انا تاعنا مؤرخه ساعات تدوين عندي بحاجه باهيه هما كيف دونوا انا بدي نرجع للتدوين هذا نقول لك عملوا تدوين وعملوا لا حتى سجل كامل مجهود كبير ياسر وانا كمؤرخه معناها نشيد بيه ديما خم على مؤرخين قلت لك 2200 و2300 مش خم على على اليوم انا خم على المستقبل وكتابه التاريخ يعني الخدم هذوما معناها خدمات اساسيه للعلم معناها العلم التاريخ اليوم سيدة قمر بن دينا وسيريدا قحام وسمية باش نسألكم سؤال اللي هو باش نختموا به الفضاء هذايا الحديث نتاعنا هل أنه احنا في تونس استثمرنا كثيرا في التاريخ نتاعنا من خلال الأعمال الفنية مثلا نجم نقولوا أنه أوبيريت على حنا بعل عملها أسامة الرحباني مثلا حاج على عليسة على الكاهنة على مجموعة كبيرة من الشخصيات التونسية ما زالت لم يتم التطرق لها من وجهة نظر فنية ومعالجتها فنية أعطيك الكلمة والله عمره ما يكفي أنا عندي أنا ما يزمك تسأل أهل الإبداع هما بيدهم ما عندي أنا عمره ما زالوا دقيقتين دقيقة سيريدا ودقيقة السمية الاستثمار نتاع التاريخ استثمار التاريخ التونسي والله شو أقول لك احنا ديما نتعداو بجنب الأحداث في تونس في أغلب يعني المراحل التاريخية نتاعنا من بعد 14 جانفي نشوفوا الدراما مثلا المصرية ولا الدراما التركية وين واصلين ثم حبيت لو كنت نتحدث مع السيدة قمر بخصوص الجانب التاريخي و شسميوه 30 ثانية مازال عندك سيدة لا شوية المواضيع يظهر لي نطرح في مواضيع نتاع أربع سوايع مش نتاع مش ساعة ما أنت عاد سيناريست نتاع مسلسل فما نجمش نتحدث أكثر من هكا الاستثمار تاع التاريخ أنا واحد من الناس نشجع كل حد يحب يتعامل مع التاريخ مي بون كيما كنا نحكيو قبل المفروض أنه يكون فما حد أدنى من التعامل مع المادة التاريخية لأن يعني مش كلها ديما موثوقة بشكل دقيق برشا من جهة ثم من جهة أخرى السيناريست اللي يحبوا يكتبوا في التاريخ المفروض أنهم يكون عندهم على الأقل يقوموا ببحوث ويعتمدوا على مستشارين تاريخيين بالمنجد شكرا نحب هنا فرد وقت فيسا نذكر خذيت من وقت سمية نحب زوز من الناس نقول لهم يعني عندك سيروف في الباستي
عايش عبد الخير اللي كان سبب في كتابتي للسيناريو هذا التاج الحاضره، ثم ايضا للمستشار التاريخي سي الدكتور عبد الرزاق الحمامي اللي كان هو المستشار التاريخي للتاج الحاضره. سمية شنو تحب تقول في 30 ثانيه؟ خذ لك برشا وقت. حتى في 20 ثانيه نقول اللي ما فهميش اسي دو فارتستيك اللي يستعملوا التاريخ ما يسالش نقرا نقول يستعملوا التاريخ قولوا يوصفوا وفما معناتها نحب نحكي معناتها هكا في كلكو سكوند على لي فورما جدد معناتها لي نوفيل تكنولوجي لي فورما جدد معناتها نحكيو توا على دي فيديو انتراكتيف نحكيو على رياليتي فيرتوال نحكيو على الافتراضي اللي انا يظهر لي هما ينجموا يكونوا محمل ياسر ياسر مهم للتاريخ. اخدموا عليهم الفنانين والممثلين والفنانين التشكيليين والكل والناس الكل اخدموا عليهم لانه مهم برشا التاريخ نتاعنا.